السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج لقاء خاص الذي نلتقي فيه مع مختلف الشخصيات السياسية والأكاديمية والاقتصادية. مشاهدينا، قبل أن نتعرف على ضيف الحلقة لنشاهد هذا التقرير. الدين الإسلامي أكثر الأديان السماوية التي حثت على رعاية حقوق المرأة وحمايتها من العنف الأسري والمجتمعي عبر سلسلة آيات قرآنية وأحاديث نبوية وإمامية، ولهذا خصص الباري عز وجل سورة باسم النساء ورسم منهاجا للبرية يعتمد في أولوياته سبل إنقاذ وإنصاف وحماية حقوق المرأة. ولكن كل هذه التوصيات والقوانين الإلهية لم تشفع للدين الإسلامي، إذ اتهمه المبطلون بأنه رمز تعنيف المرأة. وقع المرأة في العالم اليوم ينمو عن مسرح مأساوي تبرى على خشبته طيفا كبيرا من أساتذة التعنيف والترهيب والترغيب للمرأة، وهي الإنسانة التي أوصت بها الشريعة السمحاء أن رفقا بالقوارير. ولهذا نرى المرأة الأم والبنت والأخت والزميلة عرضة لأنواع التعنيف الأسري والمجتمعي. ولكن في العراق الجديد هنالك فسحة مشرقة سمحت للمرأة المشاركة بصنع القرار، لكن ما زالت متعثرة تبحث عن دعم الرجل. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، بعد أن شاهدنا هذا التقرير عن معاناة المرأة العراقية في البلاد، يسرنا أن نستضيف المدير العام في دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة الدكتورة عطور الموسوي. مرحبا بك دكتورة، ضيفة عزيزة علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم دكتورة. بداية، يعني واقع المرأة العراقية إلى أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة العراقية عانت ما عانت طيلة حقب متعددة مر بها بلادنا الحبيب، بدءا من الاستبداد والحروب والحصار الذي مر بال 2003 وما بعد 2003 من احتلال أمريكي ومن أحداث طائفية وعنف مجتمعي للأسف فرض علينا عبر أجندات خارجية، ولعل إن شاء الله نقول آخر الأحزان وآخر الآلام هي ما مرت به المرأة العراقية عبر أحداث العصابات الإرهابية من القاعدة وداعش. الحقيقة يقع الأب على المرأة العراقية مهما كانت الفئة المستهدفة، حتى لو كان الرجل هو المستهدف يكون العبء والثقل على المرأة العراقية. تعلمون عندما كان يعتقل الرجل أو يعدم أو يستشهد في الحروب أو يقتل بأي طريقة أو يتوفى كما يتوفى الله سبحانه وتعالى البشر، يكون العبء والثقل على المرأة، لأنها في لحظة من الزمن تجد نفسها هي الأم وهي الأب وتتضاعف عليها المسؤوليات التي المفترض أن يتقاسمها الأبوين. طيب، يعني لنعود إلى مهام دائرتكم، يعني ما هي الخدمات التي تقدمها دائرتكم للمواطنات العراقيات؟ نعم، دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة هي دائرة ترعى المرأة فاقدة المعيل التي هي الأرملة، المطلقة، يتيمة الأبوين، العاجزة، المعاقة، وزوجة المحكوم وزوجة المفقود. الحقيقة هذه المرأة تتحمل عبء إدارة عائلة، إدارة نفسها وإدارة أطفالها في ظل هذا التضخم الاقتصادي الذي يعيشه البلد والتداعيات الاجتماعية التي بدأت تطرا على المجتمع نتيجة الانفتاح الغير مدروس ونتيجة الأحداث المتسارعة التي يمر بها العالم. دائرتنا تقدم الإعانة الشهرية التي تقدم عبر يعني خلال شهرين للمرأة كتمكين اقتصادي تقدمه الدولة لهذه المرأة ولأطفالها. يعني تعتبر راتب تقاعد، يعني مو تقاعدي وانما اعانه اجتماعيه، يعني ممكن تقطع في اي وقت ان شاء الله نتحدث اذا تغيرت حالتها الاجتماعيه تقطع. طبعا هي ما دامها مراه فاقده معيل هي رب اسره تاخذ هذه الاعانه.
عندما تم التصويت على قانون داعش سنة 2014 ما صار المعيار أنه هي امرأة فاقدت معيل فقط، صار المعيار أن هذه العائلة تحت خط الفقر، يعني أرملة، يعني زوجها غير موظف لكن حالتها المادية زينة كأن يكون عندها ولد موظف أو مثلا متولي أمورها أبوها أخوها. أتحدث بس يعني جنابك، هذه مو بخط الفقر، هذه متمكنة. يعني عندنا حالات أرامل خط الفقر أنه هذه العائلة ما عندها مورد غير هاي الإعانة الشهرية، يعني يكون لا عندها راتب ولا عندها مهنة خاصة تدور عليها دخل، يعني نقول إحنا ما عندها مورد بديل غير هاي الإعانة الاجتماعية. كان القانون السابق يشمل الفئة أنه أرملة مجرد أن يكون زوج أو مطلقة، أن يكون زوجها غير موظف كانت تشمل في قاعدة البيانات. هذه الحالة عند يعني المتابعة الميدانية تبين أنه هذا المعيار مو صحيح. ليش؟ لأنه أكو أرامل هم متمكنات اقتصاديا، كانوا عندها مثلا أملاك أو عندها أولاد يرعوها أو مثلا عايشة ويا أهلها، ما محتاجة هذه الإعانة، أمام أرملة يعني ربما بس المحسنين يصدقون عليها. فاعتمدنا بعد أن شرع القانون اعتمدنا معيار خط الفقر، وهذا خط الفقر مثل ما تفضل شو نتعرف عليه، احنا عندنا بيانات ورقية وإلكترونية، بدأنا نتعرف عليه عن طريق زيارة الباحثين الاجتماعيين إلى هذه العوائل. في كل العراق لدينا باحثين اجتماعيين مرتبطين بأقسامنا وأقسام الرجال أيضا، يعني يتواصلون مع هذه العوائل ميدانيا ويأشرون حالتهم. اكتشفنا حالات فقيرة جدا جدا، ويعني أقل مستلزمات الحياة ما موجودة، وأكو عوائل ما نقول عليها ميسورة وإنما فوق خط الفقر. وأكيد هم اكتشفتوا حالات أنه ناس ما محتاجة. نعم ومسجلة. نعم مو صح؟ هي الثقافة مجتمع أستاذ. إحنا هسه إن شاء الله يعني من خلال منابركم أنه خلي كنا نتفق أنه الإعانة الاجتماعية تروح للفقير، للفقير المحتاج، لأنه لحد الآن إحنا شقد الدولة تقدم مبالغ عبر دائرة الحماية الاجتماعية وعبر دوائرها التقاعد أو مثلا مؤسسات الشهداء والسجناء والهذي، لكن لحد الآن يوجد فقراء. إذن أكو تجاوز على مال الفقير من قبل ناس غير مستحقي، وبذلك باقي الفقير فقير. طيب يعني اليوم إحنا نستطيع أن نجزم بأن دائرتكم مغطية كل النساء في العراق، يعني كل مطلقة اليوم عندها راتب، كل امرأة فاقدة المعيل عندها راتب، هذا نقدر نجزم به لو بعد احنا ما واصلين هذا توضيح الموضوع. استاذ مو كل مطلقة، احنا حكينا مطلقة زوجها غير موظف، هو هذا المقصود. لا هذا المقصود، أرملة يعني زوجها غير موظف وتحت خط الفقر. هذا هذه المعايير اللي احنا نشمل بها هذه المرأة وفق هذه المعايير. يعني اي امرأة مش في العراق الان هي مشمولة؟ لا أنا أكون صريحة وياك، إحنا عندنا قاعدة بيانات بحدود أكثر من 500,000 امرأة مشمولة عندنا، بين أرملة بين مطلقة بين يتيمة أبوين بين عاجزة. هؤلاء ما غطوا كل الموجودين بالعراق. ليش؟ لأن إحنا عندنا محددين بالإنفاق. المبلغ يعني المبالغ المرصودة من وزارة المالية يفترض أن نشمل 1,000,000 مستفيد بين رجل وامرأة. احنا اليوم تجاوزنا 1,200,000، قد نصل الى 1,300,000 مستفيد. هؤلاء يعني تجاوزنا على التخصيص المالي. احنا اذا توفر تخصيص مالي نفتح الباب على مصراعي. العلاج اللي احنا دا نسويه دا ندقق بقاعدة البيانات، نشيل المتجاوزين اللي هم ميسوري الحال. لازم متجاوزين يعني اعداد كبيره يعني؟ لا مو احنا، انا قلت لحضرتك الباحث هو يأشر لنا، تجي البيانات نقاطعها ويا المعطيات اللي يجيبها الباحث. يعني احنا يجينا عاطل عن العمل بهيئة الحماية الاجتماعية وهو عنده تريلة، عاطل عن العمل وعنده محل مال حدادة، محل مال نجارة. ليش اذكر لحضرتك واكد على ثقافة المجتمع؟ الناس تعتقد انه هذا حقها بالدولة. انا ما عندي اعانة، يعني انا حكيت لي حادثة احدى الاخوات ذاك اليوم كانت رايحة للزيارة، تقول ركبنا بتاكسي مبرد، ويمكن يعني من سألت على نوع، قالت ما ذكر شنو السيارة، يعني احنا بالمفهوم الدارج دفتر ونص فلوس سيارته هذا. وصعدوا هم التاكسي اخذوا راحوا لاحدى العتبات المقدسة، يقول خابر على، قال له وين صار راتب الاعانة يا معود؟ روح شوف لي اياه. فانت من انسان عنده دفتر ونص ومشتري سياره وده يطلع قوت يومه وربما قوت سنته ويطالب براتب الاعانه، اذا شنو هو حامل فكره انه هذا حقه بالدوله؟ طيب زين، يعني انا اريد اسال على موضوع الباحث الاجتماعي من يروح. نعم يروح بصوره مفاجئه، لو يروح
منتخبر للعائلة، لأن أنا بصراحة لا منتخبر للعائلة لازم، لأن شلون يندلهم؟ أنا شخصيا يعني سمعت أو من أحد الأشخاص يعني أنهم مستعجل، فسألوه أنت ليش مستعجل؟ قال لي أنه راح يجينا باحث، خلنا لحق أشيل الغراض من البيت. فعلا فعلا هذا التلاعب موجود، يفتح حتى البلازمة يشيلها، يفتح كل الغراض البيت يشيلهن وديهن عند الجيران أو أي مكان ثاني لحد ما يجي الواحد يشوف الوضع ويروح. نعم. هاي شلون الواحد يسيطر عليه؟ موجود هذا. إحنا بالمرة الأولى من يروح الباحث ما يندله، فش يضطر يخابره يقول له أنا جايك. طبعا هاي الحالة موجودة، كلش موجودة، ويعني أنا أقول ما أحدد، بس أكثر شيء تصير عند الرجال. النساء هم أصلا هم ما عندهم أماكن، يعني هي المطلقة والأرملة في الغالب تكون قاعدة عند أخوها عند أختها، يعني نادرا ما امراه عندها بيت الا كان هو زوجها. يعني اتهام للرجال يعني؟ لا مو اتهام، لا احنا مو ترى احنا اللي يطلع هو الرجل. هاي بدت العنصريه يعني؟ هاي صارت. لا لا والله ما عنصريه، بالعكس هو الفقير فقير، رجل كان او امراه، بس احنا خلينا نكون موضوعيين. اليوم احنا نحكي معيار رجل وامراه. المراه مجالات العمل لها ضيقه جدا جدا امام مجتمعنا المحافظ، في حين الرجل مفتوحه للافاق، بس يراد له هو اراده وتوكل على الله ويطلع يلقى رزقه. وأني وين ما بأي برنامج أضرب هذا المثل، اليوم إحنا من نرجع برمضان أو من الزيارة بنص الليل قرب الفجر نلقى رجال قاعدين يبيعون مي، يبيعون كارتات موبايل، يبيعون أي شيء من هذني بالتقاطع، يعني فرص العمل موجودة. بس نلقى امرأة بهذا الوقت موجودة هي أرملة وتطلع أزر من إنها ما موجودة، بس هي لا الموجودة متسولة. مو هذه المرأة اللي إحنا نقول عليها أرملة وهذه متسولة أو مثلا تشتغل. لا هناك يعني النساء كادحات يعني في الشوارع بدون حماية بدون رعاية. أستاذ أنا دا أحكي لك على أبواب العمل. اليوم إحنا أنا من خلال تفاعلي ويا هؤلاء النساء أبواب العمل ضيقة جدا عندها. إحنا إن شاء الله لقينا بدائل سنحكي عنها. يعني اليوم المجتمع يجزم على المرأة المطلقة وعلى المرأة الأرملة بأنه هاي بعد يختلف فضعها عما كانت عندها رجال. يعني ابنها يمكن يمنعها من الطلعة مرتين باليوم، ابنها اللي هو صغير يجوز 12 سنة 13 سنة. هذا مجتمعنا، احنا ما نطلع من النطاق التقاليد والأعراف. فبذلك أقول أنا المرأة نطاق العمل المفتوح بالمجتمع ما عندها، ما موجود. الرجل ربما عنده هذا الشيء حتى لو كان معاق. اليوم نلقى معاقين موجودين قاعدين على الكرسي الدوار ويطلع رزقه بأي وسيلة من هالوسائل. احنا نقول الفقير مسؤولية الدولة العراقية، مهما كان هذا الفقير، يتيم، معاق، عاجز، عاطل عن العمل، يعني مسؤولية الدولة العراقية. لكن لما انت تخلي سلم أولويات تجد انه الأرملة واليتيم لها أولوية. ليش؟ في ظل احنا واقع مرينا به كبلد تضاعف فيه عدد الأرامل وعدد الأيتام، وصارت مسؤولية ربما هي مسؤولة عن أطفال. لا أكيد ماكو غيرها، هي مسؤولة. اليوم احنا أنا ما يعني أظل أقول شعب العراقي والمجتمع العراقي بخير. اليوم صار عندنا هالقد ما تراكمت الضغوطات، صارت عندنا العلاقات الاجتماعية نوعا ما متزعزعة. ما صار اليتيم تتكفل العشيرة مثل قبل، والدليل أنه تجينا حالات مثلا أيتام الأبوين يجيبهم العم أو يجيبهم الجدة يريدون يخلوهم بدار الأيتام. نعم. هاي ما كانت الحالة موجودة. أكو عندنا فد ضغط صار على المجتمع على العوائل العراقية ما عادت تتحمل أطفال غيرها. ما أعمم الحالة، لكن هاي الحالات موجودة. طيب يعني أنتم يعني حضرتك قبل لحظات يعني ذكرتي أنه مو كل النساء العراقيات أنتم قدرتوا تضغطون الموضوع. طبعا ما نقدر. إيه. طيب يعني هنا يعني من حق النساء أنه يشكن موضوع صحيح. العدالة. يعني ما تحققت العدالة الاجتماعية بهذا الموضوع. صحيح، هذا الكلام كلش دقيق. نعم. ومن حق كل أرملة كافلها الدستور وكافلها القانون، لكن أنت اليوم تشملها وتخليها بقاعدة البيانات وما عندك تخصيص مالي. احنا قبل فترة وجيزة رفعنا طلب لوزارة المالية أنه تخصص لنا تخصيصات مالية، لأن طلبات الشمول كثيرة. واحنا مو كل طلب ناخذها، من ندقق وراه ونشوفها هل هي محتاجه، هل هي عندها معيل، لانه صح هي فاقده معيل كونها ارمله، لكن قد يكون متكفلها. وصارت عندنا حالات جيده. انا اليوم اقول ليش نتحدث عن موضوع الوعي. بعض حالات قدمت لنا نساء انه انا شيلوا اعانتي ما احتاج، انا اليوم ابني اشتغل وما احتاج، قام يخلوا الاعانه انطيها لاحد ثاني. واحدة من الأخوات قدمت قالت أنا انقبل اسمي بالحج وأخوتي متكفليني، شيلوا الإعانة، أنا أريد أبري ذمتي، هذا مال عام أنا دا أخذه.
هذه الإضاءات المشرقة طبعاً، يعني بعد الإنسان العراقي بخير، أي لا الحمد لله. أنا أقول طبعاً. إحنا كنا نثقف كمنابر إعلامية، كوزارات حكومية، كمجتمع مدني، يا موسرين، يا من تستلمون الإعانة الاجتماعية رجالا كنتم أو نساء، تخلوا عن هذه الإعانة للمحتاجين. طيب يعني هذه إن شاء الله توصل إذا إحنا ركزنا على هذه. إن شاء الله توصل، يعني إرادة تركيز إنه تركيز يعني همنا لل يعني المعلومة اللي تدعم هذا الكلام، إنه استفتينا مكاتب المراجع ومكتب السيد السيستاني حفظه الله، قال كل شخص يأخذ مال بعنوان الفئة يعني مضمون الفتوى مالته وهي ما مطبوقة على الفئة يعتبر مال سحت. اي طبعا هاي معروفه يعني، ما معروفه كلش انه هم يستحلون الحرام معناته حتى مو بحاجه لفتوى يعني اي شيء خالف القوانين، قوانين الدوله العراقيه. لذلك احنا حتى الارمله والمطلقه لما تتغير فئتها الاجتماعيه تتزوج لازم توقف الاعانه الاجتماعيه. دكتور يعني عذرا المقاطعه، فاصل قصير ونواصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل. جديد أهلا بكم مشاهدينا، وهذا اللقاء الخاص مع الدكتورة عطور الموسى ومدير عام دائرة حماية المرأة. مرحبا بك دكتورة مجددا. أهلا بكم. الله بكم دكتورة. يعني تحدثنا قبل الفاصل أنه ليس كل النساء تم شمولهم ب يعني حماية الرعاية الاجتماعية والإعانة الاجتماعية. طيب يعني المرأة الغير مشمولة عندكم خطط تتعاملون مع هذا الموضوع؟ نعم، الحقيقة النساء اللي يراجعونه وحتى اللي موجودات بقاعدة البيانات هم نساء بعدهم في الأغلب في مقتبل العمر. هؤلاء النساء لديهم طاقات، وممكن احنا نحفز هاي الطاقات ونلقى لهم بدائل. يعني يوم حتى اللي عندها إعانة اجتماعية، الإعانة لا تكفي على هذا المقدار اللي احنا ننطيه أمام تضخم اقتصادي، أمام أطفال. احنا هي الإمرأة المشمولة تأخذ 100 وبعدين يضافون إلها أطفالها، إذا طلعت نتائجها تحت خط الفقر الطفل الأول يأخذ 50 وبعدين على 25 يعني 225 حد الأعلى تأخذ في الشهر الواحد، بالشهرين يصير 450. بس يعني هذا ما تعتقد أنه مبلغ زهيد يعني. بس خلي يستمر، بس إحنا نقبل بس يستمر لأنه على التخصيصات. يعني إحنا يعني أنا وأنتوا بالواقع العراقي وبالأمور اللي مرينا بها السنتين الثلاثة الفاتت. يعني إحنا العام الإعانة كنا نطلقها قبل العيد، ما انطلقت، وحتى إحنا قلنا ما نأخذ رواتب إلا تطلع الإعانة بسبب تخصيصات الوزارة المالية ما كانت موجودة، لولا جهود السيد الوزير ومطالباته في مجلس الوزراء أنه أنطونا، ذولا ينتظروني الإعانة يوم يوم قبل العيد. هذه المقدار اللي حضرتك تقول عليه قليل. إحنا كل دفعة بحدود 320 مليار ندفع، هذا المقدار اللي حضرتك تقول قليل. احنا اللي محدد القانون مو هذا المقدار استاذ، احنا اللي محدد القانون للفرد الواحد 105. الفرد الواحد يعني. الفرد الواحد يعني اللي عندها اربع اطفال ايش قد يصير؟ 420 في الشهر الواحد. اذا ضربناها المبلغ مقبول نقدر نقول في الشهرين يصير 840. يعني هذا نقول مقبول، لكن احنا ما نوقف مكتوفي الايدي كوزارات وكدوائر عامه تعنى بهذه الشرائح. قمنا نبحث عن مؤهلات هذه النساء، عندنا دائرة تدريب مهني موجودة في الوزارة، دائرة عامة تدرب العاطلين عن العمل بمهارات، اكو تدريبات خاصة بالرجال، اكو تدريبات خاصة بالنساء. اللي بالنساء بالنساء عندنا مهارة الخياطة، او عندنا مهارة الحلاقة والتجميل للسيدات، عندنا المطبخ الإنتاجي، عندنا الدورات الحاسبة، وأي مهارة ممكن هي تفيدها وتوفر لها دخل داعم لهذه الإعانة. شنو دورنا إحنا كدائرة؟ نسوي إعلان في أقسامنا أنه أكو دورة من الدائرة، نعطي 5000 أجور نقل لليوم الواحد، هذه من تجينا نعطيها تحفيز لها، لأن هي أول الـ يعني الذرائع اللي تعيقها أنه هي ما عندها هذا المبلغ، لأنه يفيدها توفر لأولادها أحسن ما تصرفه يعني لو كان من جيبها. فتجي تتدرب هنا، يجينا فد معوق. أنا اليوم أقدم إعلان ويقدمون خصوصا الشابات، وأنا شو أقول لها؟ أقول لها يعني هم أشجعها أنه أنا أدبر لك أدوات المشروع اليوم تدرب، أكو هواي جهات تقدر تدعمنا، ومو حكومية، جهات إنسانية، منظمات مجتمع مدني، منظمات دولية.
ما أعتقد أحد يتقاعس من أقول له أنا أريد مكينة لأرملة عندها أطفال ودخلت دورة خياطة وأريدها تعيش أولادها. ما أعتقد أحد يتقاعس. أنا الحمد لله يعني هسه إحنا كدائرة اتفقنا بخير، يعني خير مو شو مكان، يعني مستحيل أكو مجتمع مثله. يعني أنا اليوم كدائرة تجيني منظمات هي تعرض مساعداتها، يعني تقول أنتوا كدائرة حكومية معترف بها، بياناتها موثقة مدققة، أكو عندكم باحثين يتأكدون أن البيانات، أنا أعتقد يمكم الفقير. اليوم من تجيني هيك منظمة وأنا عندي هاي المعطيات أكيد أستثمر هالخدمة هؤلاء النساء. المعيق وين؟ اليوم أنا قدمت وفد 30 امرأة جت على دورة الخياطة، وهي تقريبا هذه اللي نقدر نقول يعني محببة لدى المرأة اللي عندها أطفال تقعد ببيتها وتخيط، يجوها الناس مو هي تطلع وتعوف صغارها. هاي 30 إذا أجوني منها 10 أنا أقول أنا بخير. وين المعوقات؟ معوقات اجتماعية. يعني احنا الدورة بالوزارة مثلا هي طيب بيتها، يعني يمكن تكون معوقات، يعني يمكن مثلا اجوز انتم ما سويتوا إعلان. لا انا اقول لك تجي تسجل عندنا، قرأت الإعلان وسجلت 30 وحدة سجلوا وقالوا احنا نرغب. وفق العدد النساء اللي محتاجات الموضوع بالبلد، اعتقد لو اعلان كافي كان العدد. لا استاذ انا ما معترضة على العدد، انا ال30 اقبل بها كل الزين، لان هي الدورة ما تاخذ اكثر من، يعني تعرف الدورة والمدرب ما يريد عدد كلش كبير، يعني 20 25 بكل دورة، لان انا مود المدرب يسيطر عليهم، انا مود ينطيهم هم يطبقون. انا اكيف خلي 30 وحدة تجيني زين، بس المشكلة هاي ال30 ما تتمكن، تجيني 10 تجيني 15 منهم، شنو اسباب البقية؟ والله ابني ما خلاني، اخويا ما خلاني، يقول لي الدوره طويله شهر ونص وانت شلون كل يوم، يعني ثلاث ايام بالاسبوع. نعم هذه الثقافه نرجع نقول للمجتمع اليوم لا تقيدوها هذه المراه، انطوها ثقه. صح هي اهتزت اجتماعيا نقول احنا انكسرت بالمفهوم الدارج، لكن انطوها فرصه. هذه لازم نعيد توازنها بتعاوننا احنا كحكومه، بتعاوننا كمجتمع، بتعاوننا كاسر ترعى هذه الارامل. يعني دكتوره بالحديث عن العنف المجتمعي، يعني أنتم كدائرة يعني مهتمة بموضوع المرأة، نعم شلون تتعاملون ويا المرأة المعنفة اجتماعيا؟ يعني شنو برنامجكم لمساعدتها؟ يعني هذه المرأة عادة تكون محبوسة بالبيت، عادة تتعرض إلى الضرب، تتعرض إلى الإهانة، تتعرض إلى أنه حتى مصروف ما إلها. يعني أنتم كدائرة شلون توصلون لهاي المرأة؟ شلون تساعدوها؟ والله الحقيقة هي إحنا هسه قبل مشوار الباحثين الاجتماعيين كانت هي المرأة توصلنا أو تجينا مؤشرات، مثلا حضرتك تقول ترى هذه مضطهدة المرأة. ما عندنا دور حكومي وعندنا مثلا ملاذ نقدر نحتوي هؤلاء النساء، ما عندنا فد بناية مخصصة لهؤلاء النساء. احنا دورنا راح يصير مجرد إرشاد، مجرد استماع لها، من تجي تلجأ لنا وتحكي لنا عن مصايب، تشتكين انت علي عن نفش، تقول لا ما أقدر أشتكي. إذا أخوها إذا أبوها تروح تشتكي عليه بالمحاكم؟ ما ممكن. احنا ما نشجع، احنا ما نشجع على الشكوى. ليش؟ لانه هذه حتى بس عفكت من الاسره نفسها من تتعرض حوادث ابتزاز. اليوم ثقافه المجتمع، المراه اذا حكت بهذا الابتزاز هي راح تصير الملومه، ما حد يقول هذا الرجل اعتدى على هذه المراه. دورنا شو يصير؟ احنا دورنا ارشادي وتخفيف ضغط نفسي عنها، نستمع لها. أنا باليوم يعني الإسلامي يعني حضرتك تستمعين لو عندكم باحثين؟ عندنا قسم بحث اجتماعي، وحتى أنا هم ألتقي بهم. يعني أنا قبل أسبوع جدة ودت أيتام، يعني أيتام أبوين ودتهم لهناك، فأجتي كانت تشكي منه هذا الطفل مثلا متأذي، وهي تريد لها مكان تقعد بيتلمهم للأيتام. وإحنا كحكومة ما عندنا مكان نأجر لها، ولا عندنا إمكانية، ولا عندنا تخصيصات إنه تأجر لها المكان. الدولة ما بيها دور رعاية للمرأة، هي ما تريد تخليهم دور الأيتام. لا دور رعاية المرأة بهاي الأعمار اللي خارج، إحنا عندنا فئتين نرعاها بالوزارة، فئة المشردات وهي العمر 18 سنة. المشردات هاي تنهز من لحد 18 سنة، ينتهي من أقل من 18 دول أكو دار تأويهم المشردات، مشردين ومشردات هذا يعني، بس معزولة كل دار وحدها. وعندنا دور المسنات والمسنين، هاي من 50 وفوق. عندك فئة عمرية هي من 18 لل 50، هاي ضايعة هاي الفئة، ما عندنا ملاذ يقويها. شنو السبب؟ احنا اكو قانون حماية الأسرة، حماية المرأة من العنف الأسري، هذا مقري قراءتين في مجلس النواب،
ويفترض أن يصوت عليه. في هذا القانون ينطي صلاحية للدولة العراقية تنشئ ملاذات لهؤلاء النساء، نسميها ملاذات الآمنة للنساء المعنفات، كل أنواع العنف اللي يجي ببالك. هذه الملاذات ما أنشئت لأن القانون ما مشرع، وإحنا كوزارة طالبنا وحضرنا ندوات يعني لجان يعني مشتركة. أي قانون يخدم الناس تلقينا معطل في مجلس النواب، يعني أكثر من مسؤول أنا التقيت به، أي قانون أسئلة عنه وخاص بخدمة الناس يعطل في مجلس النواب، ما أعرف يعني الموضوع له علاقة بالتجاذبات السياسية، ما أعرف. قد يكون لأنه هذا القانون أساسه يعني من اطلعت عليه بالبداية قبل التعديل كان ما يتناسب ويا يعني الأعراف والهذه، وكانت فكرة أنه مرأة تتعنف ويعلى صوتها تقول أنا تعنفت ما كانت موجودة، وأنتوا تدرون وإحنا ندري، وحتى وصلنا مستوى فصليات نشيل النسوان نعطيهم فصلية مو كلها ساكتة كانت. اليوم ما دام احنا دولة ديمقراطية يفترض ومثبتة فيها حقوق الإنسان في الدساتير وفي القوانين العراقية، لازم كل إنسان ياخذ حقه. اكو بعض الرؤى الموجودة بالمجتمع هسه ما ادري ما اشخصها، تعتقد انه هذه الملاذات قد تزعزع البنية الأسرية وقد تحرض المرأة انه يعني شلون تشب عن الطوق مثل ما يقولون. هو مو هيجي، انت اليوم من اداره حكوميه راح تدير هاي الملاذات راح مستحيل تخلي المراه تعوف بيتها وزوجها بدون اسباب. احنا هسه شغلنا قبل الملاذات نسوي صلح، مثلا فتيات انهزموا من بيت، هذول فتيات اصغر من العشرين كانوا، اثنين خوات يعني الله سبحانه وتعالى جابهم للدائره، قالوا احنا جايين دائره المراه، من اجينا شفناهم يعني تعامل الاهل وياهم سيء، هذول بنات كان ضاعوا بنفس اليوم اللي هم طالعات من بيتهم، اجوا يمنا قسم البحث الاجتماعي قعدنا حكينا وياهم، اعطونا تليفونات اهلكم، جبنا الامايه حذرنا الامايه من انه انت شنو تعاملك ايش ولد، هذول البنات حذرناهم وفهمناهم شنو يعني انت تطلعين من البيت وين نتيجتك بعدين تصيرين. هذا انت من تباع صح هو حل المشكله والحمد لله رجعوا البنات ودا نتابعهم زينين والامايه صار لها درس والبنات صار لهم درس، بس كم حاله اجتنا احنا من هاي؟ اكو حالات لا تضيع تروح بالمجتمع. جاي اسال يعني كم حاله موجوده بالمجتمع؟ في حال لو كان اكو ملاذ او اكو باداره حكوميه احنا هم نسوي نفس الاجراءات، لكن المجتمع يدري به يعلم به، هم الاهل اللي يبحثون عن بناتهم اذا صارت، وهم هم البنات يلجؤون لجهات حكوميه رصينه. يعني هذا الله نجاهم من الايدي الغير نظيفه حشاكم اللي موجوده في المجتمع. يعني دكتوره البلد يعني مثل ما تعرفين حضرتك يعني بالفترات السابقه كانت ميزانيات انفجاريه، ميزانيات ضخمه. المشاريع اللي جاي تتحدثين بها يعني ما زالت معطله، ودور رعاية إيوائية يعني بالمستقبل تنبني، يعني ما تحسين انه بعد 14 سنة هو مو تنبني استاذ، احنا ما نريد تنبني، موجودة بنايات يريدنا بس الضوء الاخضر نشتغل بيها. شنو المانع يعني؟ المانع انه ما عندك غطاء قانوني، انت اليوم ما عندك غطاء، احنا كوزارة ما عندنا غطاء قانوني نسوي ملاذ للنساء بهاي الفئات. الغطاء القانوني منين يجي؟ من يشرع القانون ويقر وعليه تطلع التعليمات ذاك الوقت احنا نسوي. ما تحس انه هاي القوانين يعني بعد هاي الفتره هاي القوانين يعني المفروض ما تكون متاخره الى هذا الوقت؟ اكيد متفقين احنا هذه يكون توجهها لمجلس النواب، يكون توجهها لمجلس النواب. احنا جهه تنفيذيه، احنا القانون اي ضوء اخضر، احنا هسه كدوائر حمايه اجتماعيه احنا نبحث بالقانون وين اكو بيه فد نص نقدر احنا نستثمره لخدمه المستفيد، ابدا ما نقصر. ليش؟ ان هاي مسؤوليتنا احنا اليوم نرأس اني كدائره. الموضوع يعني طالبته ما تصور ايش قد كتب رسميه، وحتى اني رحت مداولات ويا لجنه المراه، هم هم نفسهم لجنه المراه هم حايرين يقولون احنا رافعين مقري قرايتين ورافعين نريد بس التصويت عليه. يعني بعد احنا هذا واقع حال، يعني نامل انه يقر هذا القانون. لجنه المراه المجلس الحمد لله هم يجونا واحنا نروح لهم، يعني صحيه العلاقة يمكن مو كلش متفاعلة لأن إحنا غرقانين بالشغل، مفروض هم يتفقدون رقابة وإشراف، لكن الحمد لله أكو تواصل بيناتنا. يعني من السنة مثلا إحنا عندنا برنامج قادم بعد كم يوم هو حول هذا الموضوع بالذات، يعني هم أكو جلسة نقاشية وعندنا ورقة عمل بيها. يعني أنا رح أحشي هذا الحكي اللي حكيت لكم إياه هناك، خلي هم يسمعون قد يسوون حل. يقدرون يسوون شيء يعني؟
إذا هم مجلس نواب يمهم. أستاذ إحنا يعني كجهة تنفيذية ما نقدر نتدخل بعملهم أكثر من المطالبات. نعم، من خلال مجلس النواب انشالت وزارة شؤون المرأة. رأيكم بهذا الموضوع يعني إذا 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 في مجلس النواب يعتقد أنه وزارة المرأة مو مهمة. يعني هسه صارت دائرة تمكين المرأة كبديل يعني عن دائرة وزارة المرأة. أعتقد دائرة تمكين المرأة الموضوع يعني؟ لا أستاذ، مو إحنا شوف، هي وزارة شؤون المرأة وزارة بلا حقيبة بلا تخصيص مالي، هي والماكو سوى. فمن تكون دائرة بها تخصيص مرتبطة بالسيد الأمين يعني انتفاءها لا لا أثر علينا. أنا أثر علي شخصيا كدائرة. لأن ملفات وزارة المرأة قامت تتحول على دائرتنا. مثلا اتفاقيات الدولية، الشغلات هذه أثر علينا. طبعا إحنا كوزارة مرأة ووزارة، أنا هسه حتى لحد الآن لو ترجع الوزارة كنت ترجع بحقيبة بها دوائر عامة بها تشتغل بالملفات، وإلا وزارة بدون حقيبة لا، ما كل ما تغني يعني. نعم يعني دكتورة نفاصل، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا، فاصل قصير ونواصل. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، وهذا اللقاء الخاص مع الدكتورة عطور الموسى ومدير عام دائرة حماية المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. مرحبا بك مجددا دكتورة. الله يحفظكم دكتورة. يعني الشريحة السمحاء تؤكد على الرفق بالقوارير، إلى أي مدى مطبق يعني هذا الحديث في مجتمعنا؟ في المجتمع طبعا احنا كدائره حكوميه ترعى المراه فاقده المعيل، انا اكد فاقده المعيل. اليوم المراه اللي مثلا عندها منصب اداري او مثلا تعمل في وظيفه عامه او عندها حياه اسريه مستقره، نوعا ما نقول واصله للتوازن الاجتماعي، واصله للتوازن الاقتصادي، نقدر نقول انه انسانه سويه يعني تمارس حياتها بصوره طبيعيه وماكو حياه تخلى من المشاكل. لكن يوم تتعرض هذه المرأة وتصبح في لحظة من الزمن هي رب أسرة، هي أم، هي أب، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي يضغط على هذه المرأة، هنا تكون هي القارورة التي يجب أن نرعاها. هذه المسؤولية لا تقع على دائر حكومة، على عاتق حكومة وحدها ولا على عاتق مجتمع. لابد من تعاون بين المجتمع وبين الحكومة في توفير خدمات اللازمة، أقل المستحقات على الأقل لهذه العائلة، أن تواصل مسيرتها بالحياة، أن تعيد التوازن الذي فقدته بسبب فقدان المعيل. اليوم مشروع الدخل الدائم التي تعمل عليه الدائرة والتواصل عبر الباحث الاجتماعي وعبر الندوات اللي نلتقي بها النساء، نعمل على أنه هذه المرأة لا تبقى حبيسة البيت أو مثلا تؤدي فقط الدور التقليدي لها، تأخذ إعانة اجتماعية أو لا، ما تأخذ، ما مشمولة بالإعانة الاجتماعية، نوفر لها فرصة عمل. هاي الفرصة تكون منزلية، تؤدي رسالتها التربوية أمام صغارها، وبنفس الوقت تعطيها الاكتفاء الاقتصادي يعني نوعا ما، وتخليها أداة فاعلة بالمجتمع. دكتورة، القوانين العراقية يعني منصفة للمرأة في هذا الجانب؟ يعتقد القانون العراقي اليوم يخدم المرأة في هذا الجانب، جانب المرأة الفاقدة للمعيل؟ نعم، القانون جيد، لكن المشكلة بالتطبيق. احنا هسه من معوقات التطبيق هو التخصيصات المالية. لو احنا كانت تخصيصات مالية، يمكن انا تحدثت وياك قبل الفاصل. نعم، اي دائرة، اي مدير دائرة التقي به يعني في هذه الفترة كل مشاريع متلكئة، من أسئلة يقول لي مشاريعي كلها تحطمت على صخرة التخصيصات المالية. لازم نتفق بهذا الشيء أستاذ، احنا مو نحكي فتشي نظري. احنا اليوم عندنا قانون مثبت الحد الأدنى للإعانة الاجتماعية 105. يعني أحدث حضرتك اليوم أن أنا أشوف الإعانة الاجتماعية وأني بت هذا المجتمع وأشوف شنو الإنفاق. لذلك هؤلاء الأرامل عندهم مهارات يحتاج احنا نحركها ونطلعهم من فقرة أنه صارت هي إنسانة يعني غير متوازنة اجتماعيا أو إنسانة تحس نفسها أنه تختلف عن الباقيات. فمن خلال اللقاء وجدت أنه هم عندهم مهارات، مثلا مهارة زرق الأبر، وهذه إحنا بمجتمعنا نشوفها شقد مطلوبة اليوم، أنه يكون مثلا المرأة تروح للمرأة في هذا المجال، أو مهارة الخياطة.
انتم اخذتوهم نميتوا هذه المهارة. احنا ما زلنا مفتوح هذا من خلال منبركم. هم اقول اي ارملة تحتاج ننمي مهارتها باي جانب من الجوانب، عندنا الاسعافات الاولية واللي هي هاي المهارات الطبية، عندنا الخياطة، عندنا الحلاقة، هذه تتعلم المهارة ونساعدها في هذا المشروع. زين، اللي اصلا عندها مهارة بس ما عندها امكانية، ممكن تراجع، ما عندها امكانية انه تفتح مشروع، اي ممكن عندكم قروض او شيء معين يساعدوه؟ موضوع القروض موضوع ثاني، الحمد لله هسه يعني ان شاء الله حيتم تخصيص مبالغ للقروض الخاصة للنساء. القرض يفترض انه هذه المرأة تقدم مشروع، مشروع يعني يتفصل عليه القرض ويدر مبلغ. في السابق كان القرض هذا بمجرد ما الأرملة أو المطلقة تقدم على القرض تتوقف إعانتها الاجتماعية حتى لو القرض ما أجى، وبذلك هذه تضيع لأنه كم شهر مثلا هي تظل بلا إعانة ومنتظر القرض. هسه صار الاتفاق أنه القرض تستلم المرأة تأخذ الصك مالته وتستمر إعانتها كم شهر بين ما هي تمشي القرض. يعني أي هسه إن شاء الله حتنطلق قروض إن شاء الله. هذا القرض مشروط بمشروع أستاذ، يعني لازم تقدم لنا مشروع، أي مشروع اللي هي من إمكانيتها يعني تأخذ القرض وتفصل المشروع. من يشتغل القرض إن شاء الله ويعني يبدي يدر عليها الربح تتوقف الإعانة الاجتماعية. إحنا ذاك الوقت نقدر نشمل بالإعانة الاجتماعية نساء أخريات ما مشمولات. طيب يعني دكتورة، بالحديث يعني عن موضوع آخر، موضوع الطلاق اللي يعني أصبح ظاهرة، يعني ظاهرة متفشية في مجتمعنا. أول شيء يعني أحب أسأل، يعني باعتبار أنتم قريبين من هذه الشريحة ومن هذا الموضوع، أول شيء يعني أسباب هذه الظاهرة، وثاني شيء أريد أعرف أنتم إجراءاتكم للحد من هذه الظاهرة. أنتم شنو كدائرة خاصة بالمرأة، شنو الإجراءات اللي سويتوها بحيث يعني قللتوا من هذه الظاهرة مثلا، حميتوا المرأة؟ يا ريت يعني توضحين الموضوع. ظاهرة الطلاق مثل ما تفضلتوا نقدر نقول احنا صارت منتشرة بالمجتمع وقياسا لأعوام سابقة. أسباب هذه الظاهرة ما ممكن نغطي بهذه العجالة، لكن هي أكثرها أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية. أحيانا العائلة الجديدة تعاني من ضغوط وهي ساكنة في عائلة يعني العائلة الأم، هذه الضغوط تؤدي إلى مشاكل وتدخلات مثلا، تؤدي إلى أنه أسباب الاقتصادية تسوي أحد يعني على أسباب الانفصال. أحيانا أسباب اجتماعية، هذا الزوج ما أخذ له مثلا زوجة أو هي زوجة واحد يختلف عن مستواها الاجتماعي، متلائمة وبيناتهم وصارت تجاذبات أدت إلى الطلاق. لكن السبب الرئيسي أنه كلا الزوجين مدى يشعرون بخطورة هذه العبارة. صح هو حلال لكنه أبغض الحلال، أبغض الحلال. العوائل عائلة الزوج والزوجة ما مدركين لهذا الأمر. إحنا كان عندنا يعني مجتمعنا وثقافتنا كأنما محرم على المرأة تقول للرجل طلقني، كأنما محرم كان يعني بأمهاتنا وبمجتمعاتنا كانت هذه المرأة تقول هذا زوجي، هي تأقلم نفسها، تغير الوضع يعني صار انفتاح أكثر، تأقلم نفسها. هسه الولد هو بعده يعني يمكن إلى أسبوع أسبوعين متزوج يهددها بالطلاق وهي تطلب من عنده الطلاق. هذا يجعل هاي العلاقة المقدسة اللي هي عماد تكوين الأسر مهددة، مهددة اللي هم اللي قائمين عليها محاميها، الزوج والزوجة محاميها. طيب إجراءاتكم؟ إحنا كإجراءات والله إحنا نعاني من الطلاق، يعني يا ريت تخف ظواهر الطلاق عن ما يجونا مطلقات ونشملهم. إحنا نعاني من هاي الظاهرة، هاي الظاهرة علاجها اجتماعي أستاذ. الآية الكريمة يعني تنص أنه إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا وين الحكما من أهله وحكما من أهلها؟ ما موجود عندنا إحنا اليوم. حالات نادرة يصير التدخل لصالح العلاقة الزوجية، التدخل الذي يصير من الأهل تدخل سلبي. يعني أهل الأهل ماكو دور حكومي بالموضوع؟ لا ماكو دور حكومي، احنا نشملهم بالعكس، شو نسوي؟ نريد نعالج حالتها. لكن أنا كدائرة حماية اجتماعية اليوم المرأة المطلقة أو حتى الأرملة اللي هي شابة مقتبل العمر وتجي وتريد، احنا ما عندنا شمول هسه مثلا، أشجعها على أنه تاخذ دورها في العلم، تكمل شهادتها العليا وحتى الشهادة الأولية. اليوم أكثرهم من زوجاتهم مصغار محرومات من مقعدهن الدراسي، أخليها ترجع للمدرسة وهم بالتعاون ويا أهلها. يعني إذا هي عندها طفل وقاعدة ويا أهلها ممكن أمها ترعى هذا الطفل وتخليها تأخذ دورها، لكن هم تجينا الأعراف المطلقة عليها ألف استفهام يصير ما يخلوها تطلع،
حتى لو راحة للمدرسة. يعني هاي واحدة اجتني خطية تدخل دورة، اقولها الامها تقدرين انت تجيبيها؟ تقول الا اني اجيبها واوديها، ابوها ما يقبل. يعني احنا ليش اقولكم هذول النساء يراد احنا نخلي بالنا هي مشكلة تحتاج الى دعم وحل، مو هي مشكلة كون احنا نعاديها ونحاربها ونضيق عليها، هي بالاصل ضيق عليها. ما عدا انه يجب ان تأخذ العوائل دورها في حل مشاكل الطلاق. اليوم الأرملة تقول أنا زوجي بعد ما يعني ما إلى رجعة، يعني توفى. يعني تقدرين تقولين هي دعوة من قبل حضرتكم. نعم. للناس الخيرة، لرجال الدين، ومسؤولية هذه أستاذ، لشيوخ العشائر، مسؤولية أن يتدخلوا في هذه الحالات ليمنعوا الطلاق، لأنه هذا الطلاق يعني هو بصراحة صار يعني عبء على المجتمع. المجتمع. وبنفس الوقت. نعم. مو المرأة المطلقة، يعني هو كحالة كظاهرة كظاهرة الطلاق. حالة مؤسفة جدا. مؤسفة. بالمجتمع العراقي متماسك. عبء على الدولة. نعم نعم. وبنفس الوقت ضياع للأطفال، يعني نلاحظ أنه الأطفال إذا ما لهم يشتتون. يشتتون. فعلا. الشوارع فعلا. يعني راح بدل ما يحتضنهم البيت تحتضنهم الشوارع. يعني أنا أتمنى أنه كل عائلة عندهم حالة طلاق صايرة يحاولون يسعون يحلون المشكله. ليش؟ ان الزوجين موجودين على قيد الحياه، مو مثل الارمله. ممكن انا اذلل الصعاب، ويعني بناء يعني اعاده البناء الاسره هذا هو بناء مقدس، وما اعتقد يعني اي واحد تخلى مسؤوليته بدءا من الاسره اللي هي اسره الزوج وزوجه، وانتهاءا باي احد، جيران اقارب، لازم نسعى لحلهم. ماكو واحد يقول انا ما علي، لان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. دكتور، يعني بالحديث يعني عن المرأة وهمومها ومعاناتها، يعني المرأة في الريف يعني لها معاناة خاصة. أكيد 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 أكيد. أنتم شلون يعني تقدرون توصلون لهذه المرأة؟ إذا يعني إذا كانت هذه المرأة يجوز عمرها كله ما طالعة من صحيح. قريتها صحيح. أو ما طالعة من بيتها، وما تعرف تجي الدائرة أو تراجع وين تروح. نعم. أنتم شنو يعني إجراءاتكم مساعدة يعني هكذا نماذج في المجتمع؟ احنا عندنا مشروع اسمه قروض المصرف الزراعي، هذه نعطيها للأرملة للمرأة الريفية، هي من المشمولات بقاعدتنا. هاي ممكن تقدم على قرض من المصرف الزراعي، واحنا كدائرة رئاسة اللجنة من دائرتنا، يعني موظف يدقق هذه البيانات، الاستمارة تنملي وينطوها قرض. هذا القرض الشرط أن يكون ببيئة ريفية. نعم. يعني نسوي لها مثلا حقل دواجن، نسوي لها مثلا بيت بلاستيكي. هذا كلام يعني واقعي؟ واقعي. لا لا لا، ناطين يعني ناطين احنا قروض مرأة ريفية. على ورق يعني. لا لا لا، الحمد لله منفذين. تجي تاخذ من عندنا تأييد وتستلم القرض. تقدرون تغطون كل الطلبات اللي ايه تقدم؟ اي 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 لحد 2014 احنا ننطي، مو احنا بس ننطي القرض، هو من المصرف الزراعي استاذ، مو من عندنا، مرتبط بالمالية وينطون. من تقدم مشروع مثلا اي مشروع زراعي ينطوها القرض. لكن حتى هذا انا تقولي انت ما تحكي كل مسؤول يغطي، لا ما اغطي انا. حتى هذا القرض المصرف الزراعي من نجي للحقيقه عبر زياره الباحث او هي من خلال مراجعاتها تطلع هي ما ماخذته، ماخذه اخوها، ماخذه ابوها، ومسبب راسها مشروع. ليش اقول لكم المجتمع؟ يعني هاي بمكان ما هو يسندها ويوقف لها. يابا مو رقابه، رقابه ضمير يعني استاذ. استاذ رقابه ضمير. انا اليوم هاي ارمله واني اخو الارمله، وين الناس بالضمير دكتور؟ لا لا، نتعامل ويا الناس أستاذ بالقوانين استاذ. هي هذا تجي باسمها تاخذه، باسمها تاخذه وهي تسدد، واخوها يطلع مستفيد من القرض. يعني اذا احنا نتكلم بهذا الموضوع دكتور، اذا نتكلم بهذا الموضوع، انا اعرف حالات يجي يقعد بمحل صديقه على اساس مشروع، يجي ياخذ القرض يروح يتصرف به، يتزوج به، يبني بيته به. يعني انا اتمنى هاي الحالات هم استاذ عزيزي ان هذا المفروض انتم تاشروها كمنابر اعلاميه، احنا ابوابنا مفتوحه وتليفوناتنا مفتوحه، اشروا لنا هاي الحالات. احنا شلون نعرف؟ صح احنا عندنا باحثين اجتماعيين وهم اشروا لنا هيك حالات، بس انتم يعني منابر توصلكم هيك شكاوي او توصلكم هيك تشخيص حالات، اشروا لنا. احنا ليش نضل نقول الفقير بعد فقير؟ دكتوره احنا مأشرين هذه الحالات زودونا بها اكثر من مره، مطرقين لهذا الموضوع. يعني بس يبقى الدور الاكبر دوركم. طبعا طبعا دور احنا انتم دوركم بالمتابعه. احنا راسا ينسحب يعني من القرض ينطي لاحد ثاني، راسا ينسحب منه ما دام هو مستفيد من عنده. طبعا هي هاي القروض ترى بها متابعه، هل فعلا نفذ المشروع المخطط لانطانا اياه، مش عليه، لو هو خلاه بجيبه وسوى نفس الشيء وهمي، هذا بيه متابعه. طبعا بيه متابعه. دكتوره يعني بكلمه اخيره، يعني ماذا تحبين ان تقولين لقناه الطليعه وعن واقع المراه بالعراق؟
أولا شكرا على هذه الاستضافة، ونحتاج إحنا لمثل هذه البرامج على الأقل يتواصل ويانا المجتمع، ناخذ منه وننطيه. يعني إحنا اليوم حكينا على هوا شغلات لازم المجتمع يقوم بيها، الحكومة واحدة ما ممكن ترعى ملف واسع هو ملف الأرملة فاقدة المعيل. اليوم مسؤولية حكومية وبنفس الوقت مسؤولية مجتمعية. أنا هم أحب أشير أنه هسه عندنا مجالس العشائر متفعلة جدا ومخاطبة من قبل قناتكم اللي إن شاء الله نقول واعدة، وإن شاء الله نتمنى لها التوفيق. أتمنى على كل مجلس عشيرة يخلي له صندوق لدعم الأيتام مثل ما خلي صندوق للفصل، وأكو التزامات شهرية على العوائل تنطيها. أتمنى يخلونا صندوق لدعم الأيتام حتى لو 1000 من كل عائلة. هذا من يصير عندنا يتيم بالعائلة وما عندها شمول، هاي الأرملة هسه حاليا ما عندها شمول، إحنا نسوي لها راتب شهري من العشيرة. اليوم العشائر دورها يعني واضح، دعوة من هذه دعوة، وأتمنى أنه نعم. حتى لو تخلوها بالتايتل تقولون إحنا مديرة المرأة تقول سووا صندوق للأيتام، لأنه إحنا عندنا إمكانية كمجتمع، ترى عندنا إمكانية. صح وواجب الدولة ترعاها، بس اليوم لما التخصيصات توجهت لجهد حربي وحرب نقاتل نيابة عن كل العالم، من اللي يغطي؟ دكتور موسوي عذرا يعني المقاطعة، هذا ما يسمح به الوقت، شكرا جزيلا لاستضافتنا في مكتب حضرتك، ويا رب نشوفك دائما متوفقة في عملكم. سادة المشاهدين شكرا جزيلا لطيب المتابعة، على أمل أن نلقاكم في برنامج لقاء خاص في حلقة أخرى، في أمان الله.